ما هو أجر إقرار شخص والتسيء عليه يوم القيامة؟ وهل يمكن أن يسامح فيه إذا حس بحاجة الشخص الآخر؟ إن إقراض المال له نصف أجر الصدقة، إقراض المال له نصف أجر الصدقة. في الإقراض لمن هو في حاجة إلى القرض تنفيس لقربة وتيسير على معسر وإدخال للسرور على قلبه، ومن أدخل على أهل بيت سرورا لم يرضى الله له سرورا دون الجنة. أما المسامحة فيه كله أو بعضه فهذا من النبل ومن مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات، وقد قال ربي جل جلاله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.